استاذن لك كابتن سلعاوي وكابتن محمد، هنرجع تاني لصاله برج العرب والزميله العزيزه سالة حامد ولقاء مع اثنين من نجمات الفريق نادين السلعاوي ويارا اسامه. اتفضل يا سالة. من جديد برحب بيك طبعا يا كابتن هيثم وبكل ضيوفك الكرام والكباتن الكبار في الاستوديو وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. وزي ما حضرتك قلت يمكن معي يعني حاليا واحده من نجمات الفريق طبعا الكابتن نادين السلعاوي. كابتن نادين طبعا في البدايه برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي ومبروك طبعا، عايز ابارك لك على مباراه اليوم. شايف النهارده ازاي اداء زميلاتك طبعا لاعبات النادي الاهلي في المباراه امام نادي سموحه؟ الحمد لله على الفوز. يمكن اقول ان كان في سوء توفيق كده في اول المباراه، بس يعني اخر تقريبا 12 او 15 دقيقه قدرنا ان احنا نفوق نفسنا تاني ونجيب نفسنا في الجيم. ويمكن يعني الماتش كان حقيقي يعني كان شرس قوي، فريق سموحه بتلعب لاخر وقت وهم فرق اجريسيف جدا جدا جدا. ويمكن اكون بقول يعني ان هو دي من مميزات ان احنا نكون بنلعبهم في السيمي فاينل عشان نستعد يعني لمباراه الفاينل وان احنا نبقى نازلين من اول دقيقه مركزين. طبعا يا نادين زي ما انت قلتي يمكن بداتوا المباراه بشكل قوي وبعد كده حصل دروب شويه في الاداء، يمكن كابتن طارق خير اتكلم معاكم في ايه ما بين الشوطين؟ والله هو يعني اتكلم معانا اكتر علينا احنا فرقتنا ان احنا لازم نبقى اجريسيف وان احنا دايما احنا ندي البانش الاولانيه، ما نستناش ان في فرقه ثانيه هي اللي تدينا البانش عشان نفوق، عشان دي يعني احنا دايما بنلعب نادي الاهلي فاحنا يعني لينا علامه دايما كده سيجنتشر في بدايه اي ماتش. مالناش علاقه احنا بنلعب فريق عامل ازاي، مالناش علاقه بماتش الصغيرين ماتش الكبار، احنا نازلين نلعب بالخصم اللي قدامنا بغض النظر هو قوته عامله ازاي، احنا يعني بنلعب يعني لعبنا احنا. طبعا عارفه ان كابتن طارق خيري دايما بيتكلم معاكم في نقطه انه مش بنركز طبعا على نتيجه فريق المرتبط سواء سلبيه او ايجابيه، دايما التركيز في الملعب وفي المباراه يعني بتاعتكم. طبعا المباراه اللي جايه سبورتنج الاهلي، دايما متعودين السنين اللي فاتت دايما يعني النهائيات تبقى اهلي وسبورتنج. شايفه طبعا نادين المباراه اللي جايه ازاي وهتستعدوا لها ازاي ان شاء الله امام سبورتنج؟ مباراه صعبه جدا، يعني فريق سبورتنج فريق فعلا مكتمل جدا السنه دي، في عناصر كتير جدا، يمكن البنش عندهم قوي قوي، فريق بيلعب مع بعضه كويس قوي، عندهم تحت الباسكت مميزات ممكن يكونوا بيستغلوها كويس جدا. يعني ممكن اكون بقول ان احنا فعلا زي ما قلت احنا مش هنعتمد على فريق ال 16، فريق سبورتنج صغيرين برده كويسين قوي وفريقنا برده بيقدر يعمل اللي عليه. الحمد لله ساعدونا ان هم يكسبوا اول ماتش في سموحه، كان دافع معنوي لينا كويس جدا، بس ان شاء الله ربنا يوفقهم الاول في الماتش بتاعهم وان شاء الله احنا كمان يعني ان شاء الله. ميرسي جدا طبعا يا كابتن نادين وبالتوفيق ان شاء الله.